السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصف الخامس الابتدائي، الترم الاول، المنهج الجديد، وده طبعا الخاص بالمنهج العربي. والنهاردة هنبتدي نشرح الدرس الثالث، Networks او الشبكات. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني ايه شبكات او نتوركس؟ الشبكات هي الوصلات والروابط اللي بنربط بيها الجهاز بتاع الكمبيوتر بجهاز كمبيوتر تاني او باجهزة تانية او بديفايس تاني، يعني جهاز تاني زي مثلا طباعة، برينتر عندنا في البيت، او راوتر مثلا بنستخدمه علشان ندخل بيه على الانترنت، او اي جهاز تاني والكمبيوتر. يعني هي الروابط والوصلات اللي بتربط الكمبيوتر يا اما بكمبيوترات تانية يا اما باجهزة تانية زي الطباعات او الراوترز او سكانر مثلا بتسحب بيه صور. هي دي الشبكات او النتوركس. فهنا احنا بنتكلم عن الشبكات والنتوركس بانواعها المختلفة والتاريخ بتاعها ازاي اتطورت على مر السنين من اول الثمانينيات لحد النهارده. فهنا بيقول لنا بيعرفنا بيقول لنا تمثل الشبكات مثلا يعني مجموعه من الاشخاص او الاشياء المرتبطه ببعضها البعض لهدف واحد. فمثلا لو انت فكرت في اسرتك بدايه من والدك ووالدتك وصولا الى ابناء عمك وابناء وبنات عمك وابناء خالك وبنات خالك، ممكن تعتبر الاسره دي شبكه عائليه. فانتوا مع بعض، بينكم وبين بعض في روابط بتنشئ هذه الشبكه وبتتواصلوا عن طريقها، بتتبادلوا الدعم والخبرات. ده مثل بسيط بيوضح لك فكره الشبكات. وبالتالي بيقول لك وبالمثل يعني تربط شبكات الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات المهمة. قد يكون لديك شبكة كمبيوتر خاصة بك في البيت. طبعا الشبكات في شبكات ضخمة وكبيرة زي شبكة الإنترنت، هي شبكة غير محدودة بتربط بين الكمبيوترات وبعضها البعض في كل دول العالم. وفي شبكات صغيرة، يعني لو انت في البيت عندك مثلا عندك اكتر من جهاز كمبيوتر، واحد في اوضتك وواحد في اوضة تانية، وانت عايز تنقل المعلومات والبيانات اللي على الكمبيوتر الاولاني للكمبيوتر التاني، ممكن تعمل بينهم شبكة. فبالتالي دي شبكة صغيرة، شبكة محلية. الشبكة دي، الشبكة المحلية او الصغيرة اللي في البيت عندك دي اسمها لان. ممكن برضو ما يكونش عندك اكتر من جهاز كمبيوتر بس عندك الكمبيوتر بتاعك وانت موصله براوتر مثلا في البيت عندك عن طريق كابل. الكابل ده اللي بيربط بين الكمبيوتر والراوتر ده يعتبر شكل من اشكال الشبكات، ده لان. لو انت عندك الكمبيوتر بتاعك في البيت وعندك راوتر بتاع الانترنت وعندك كمان طباعة او برينتر وانت عامل بينهم هما التلاتة وصلات علشان تقدر تطبع اي ورق انت عايزه في اي وقت، دي تعتبر شبكة من أشكال الشبكات الصغيرة اللي احنا بنقول عليها لان. فهنا بيعرفك وبيوضح لك بيقول لك قد يكون لديك كمبيوتر خاص بك في المنزل، فإن كان لديك جهاز كمبيوتر متصل بجهاز كمبيوتر آخر أو أي جهاز آخر مثل الطابعة أو جهاز الراوتر، يعني ده بيسموه شبكة محلية خاصة بك، وده بيكون اسم المختصر بتاعه لان زي ما قلنا من شوية. هنا بيعرفنا يعني ايه انترنت. طبعا احنا كلنا عارفينها، بيكلمنا عنها وبيقول لنا اولا ما هو الانترنت. هو شبكة تربط اجهزة الكمبيوتر والاشخاص الذين يستخدمون تلك الشبكة من جميع انحاء العالم. ماذا نحتاج لربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشبكة الانترنت؟ احنا عايزين ايه علشان نقدر نربط الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك بشبكة الانترنت؟ طبعا زي ما احنا عارفين كلنا هنحتاج لبوابة او جيتواي اللي هي عبارة عن الراوتر. الراوتر ده احنا بنجيبه منين؟ بنجيبه من شركة الاتصالات الخاصة بالانترنت. عندنا مثلا في مصر في عندنا فودافون وفي اتصالات وفي اورنج وفي وي، دي شركات الانترنت الموجودة في البلد زي مثلا مصر. فدي
مزود الخدمة اللي هو شركة الإنترنت دي بتدي لك الراوتر اللي بتقدر تدخل بيه على الإنترنت. أنت ممكن تشتري راوتر طبعا من بره وتشترك عندهم، بس المهم إن هي بتدي لك الكونكشن أو الوصلة اللي بتدخلها في الراوتر ده علشان بالتالي تكون قادر إن أنت تدخل على الإنترنت. طبعا الراوتر ده بتاخده بيربط جهاز الكمبيوتر بمزود خدمة الإنترنت اللي هي شركة الإنترنت. مزود خدمة الإنترنت ده بنسميه ISP اللي هو اختصار إنترنت سيرفيس بروفايدر. إنترنت سيرفيس بروفايدر يعني مزود خدمة الإنترنت، وهو بيقول لك هنا مثل خدمة الإنترنت التي تقدمها الشركات المصرية للمواطنين. طبعا في اي دولة في شركات بتقدم خدمة الانترنت دي، المهم ان هي الفكرة ان هم بيدولك الخدمة وانت بتستخدم عن طريق الراوتر الخدمة دي، وده طبعا بيكون تعاقد بينك وبين الشركة دي ان هم يدولك سرعة معينة وخدمة انترنت معينة، وبالتالي بتقدر تدخل على الانترنت. انا بيعرفك بيقولك يعني ايه الشبكة العنكبوتية العالمية. الشبكة العنكبوتية العالمية اللي احنا بنرمز ليها ب www اللي انت بتكتبها في اي موقع، اي عنوان موقع انت بتخش عليه على الانترنت. طبعا ال www دي اختصار ل World Wide Web. World Wide Web يعني شبكة عالمية عنكبوتية. World يعني عالمي، Wide يعني واسع او عالمي برضو، Web يعني شبكة عنكبوتية، شبكة العنكبوت بنسميها Web. فهي شبكة عالمية وده اختصار World Wide Web، وهي جزء من شبكة الإنترنت طبعا، وهي تتكون من صفحات شبكية متصلة ببعضها يعني، أو صفحات ويب، ويمكن للأشخاص التنقل بينها. أنت ممكن تدخل على أي موقع عن طريق إن أنت تكتب عنوان وهتروح له على طول، مثل بنك المعرفة المصري الموجود على شبكة الإنترنت طبعا، الشبكة العنكبوتية العالمية، وهو متاح بالمجان لجميع المصريين المسجلين على الموقع. طيب ايه هو الإنترانت؟ في حاجة اسمها إنترانت مش إنترنت، الإنترانت. والإنترانت يا أصحابي هي شبكة صغيرة بتربط أجهزة ببعضها، بس مش في نفس المكان، مش في يعني مش زي اللي عندك في البيت اللي بنقول عليها اللان، لا هي ممكن تكون شبكة برضو رابطة بين أجهزة كمبيوتر وبعضها البعض، بس الأجهزة دي في أماكن مختلفة، والشبكة دي بتبقى مقفولة على الأجهزة دي بس. يعني مثلا لو أنت مثلا شغال في شركة كبيرة، مثلا الشركة دي عندها أجهزة كمبيوتر في كذا مكان مختلف مثلا في العالم، وأنتوا بتبعتوا لبعض بيانات طول الوقت علشان تتابعوا أداء الشغل بتاعكم. الشركة دي بتعمل حاجة اسمها انترانت او شبكة داخلية بينها وبين بعضها، بحيث ان المعلومات بتاعتها محدش يقدر يخترقها ويعرفها، وبالتالي تقدروا تنقلوا البيانات بمنتهى السهولة. فدي اسمها شبكة الانترانت، بتكون بين اجهزة كمبيوترات مختلفة في اماكن كتيرة، ممكن تكون حول العالم برضو، بس هي مقفولة على الأجهزة دي لوحدها، محدش من الناس العادية اللي مش من المجموعة بتاعة الشركة دي أو بتاعة المدرسة دي أو بتاعة الجامعة دي إن هو يخشوا عليها. يعني مثلا في جامعات كتيرة في العالم بيبقى عندهم الإنترنت بتاعتهم بتربط بين فروع الجامعة دي في أنحاء العالم. في مدارس برضو ليها إنترنت بتاعتها في أماكن مختلفة في العالم، بتوصل بين الكمبيوترات اللي في مصر بالكمبيوترات اللي في الفرع بتاع المدرسة التانية في بلد تانية. فما فيش حد عادي يقدر يخش على الشبكة دي غير لما يكونوا هم سامحين له إن هو يقدر يدخل على الشبكة بتاعتهم ويقدر يبعت لهم ويستقبل منهم معلومات. ده شرح الإنترنت. هنا بيقول لك هي شبكة خاصة تقتصر على مجموعة أشخاص تربطهم هذه الشبكة معا، مثل شبكة عمل أو مدرسة أو مؤسسة معينة. دي الإنترنت. يبقى احنا عرفنا دلوقتي 3 حاجات، عرفنا شبكة اللان اللي هي بتبقى في مكان واحد زي اللي عندك في البيت، شبكة الإنترنت العالمية اللي احنا عارفينها، وشبكة الإنترنت اللي هي خاصة بمؤسسة أو مدرسة، وطبعا محدش يقدر يدخل على الشبكة دي غير أصحاب الوصول بتاعها أو الناس اللي مسموح لهم إن هم يدخلوا عليها بس. تالت حاجة بيقول لك يعني ايه شبكة مغلقة. شبكة مغلقة او closed network،
هي هناك شبكة تسمى الشبكة المغلقة أو الكلوز نتورك، التي يمكن أن تكون بمعمل الكمبيوتر في المدرسة عندك، زي مثلا معمل الكمبيوتر في المدرسة عندك في كذا أجهزة كمبيوتر كتيرة. الأجهزة دي احنا موصلينها ببعضها بكابلات معينة بحيث ان هي تبقى متوصلة ببعضها، لكن في الوقت ده الشبكة دي مغلقة بين الأجهزة دي بس. أي كمبيوتر تاني مش متوصل بيهم جوه معمل الكمبيوتر بتاع المدرسة مش هيقدر يدخل على الشبكة، فدي اسمها شبكة مغلقة. فهنا بيقولك انه يوجد شبكات مفتوحة ومتاحة للجميع، وقد تكون تحوي الشبكة المغلقة مثل الشبكة الموجودة في معمل الكمبيوتر عندك في المدرسة. أجهزة الكمبيوتر متصلة عن طريق أسلاك أو كيبلز، كابلات يعني، للسماح بمشاركة الملفات. خلي بالك ممكن تكون الشبكة المغلقة أو الكلوز نتورك دي جزء من شبكة مفتوحة زي الإنترنت، لأن ممكن يكون معمل المدرسة موصل الكمبيوترات بتاعته وقافل الشبكة بتاعتهم مع بعض، بس موصل كل المعمل بالإنترنت، فبالتالي الشبكة المغلقة متوصلة بشبكة مفتوحة زي شبكة الإنترنت. وبكده نكون عرفنا الدرس الثالث بيقول إيه. تعالوا نحل أسئلة صغيرة عليه ونروح نشرح الدرس الرابع كمان. طبعا بيقول لنا هنا أول حاجة اذكر أنواع الشبكات، فهنقول له 1 شبكة الإنترنت، 2 شبكة الإنترانت، 3 الشبكة العنكبوتية العالمية. ما هي شبكة الإنترنت؟ شبكة الإنترنت هي شبكة تربط أجهزة الكمبيوتر والأشخاص الذين يستخدمون تلك الشبكة من جميع أنحاء العالم. ما هي شبكة الإنترانت؟ ما تنساش تقرأ الاسم كويس عشان تعرف تجاوب على السؤال الإجابة الصح. طبعا هي شبكة خاصة تقتصر على الأشخاص الذين تربطهم ضمن عمل أو مدرسة أو مؤسسة معينة. السؤال الرابع بيقول لنا ماذا نحتاج لربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشبكة الإنترنت؟ طبعا نحتاج إلى بوابة اللي هي gateway زي ما قلنا، مثل جهاز التوجيه اللي هو الراوتر الذي يربط جهاز الكمبيوتر بمزود خدمة الإنترنت. السؤال الخامس بيقول لنا ما هي الشبكة العنكبوتية WWW؟ الشبكة العنكبوتية هي شبكة عالمية اختصار World Wide Web، وهي جزء من شبكة الإنترنت، وهي تتكون من صفحات شبكية أو صفحات ويب ويمكن للأشخاص التنقل بينها. ما هي البوابة Gateway؟ طبعا هي بوابة تستخدم لربط جهاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت. ما نوع الشبكة التي نحتاجها للعمل بها داخل المدرسة؟ طبعا شبكة الإنترنت. ما هي الشبكة التي تربط الأجهزة في جميع أنحاء العالم ببعضها البعض؟ طبعا هي شبكة الإنترنت. وتعالوا نروح للدرس الرابع أدوات التواصل الرقمي ونشرحه مع بعض ونحل عليه أسئلة كمان. طبعا هنا بنتكلم عن التواصل الرقمي، يعني ازاي بنستخدم التكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت دلوقتي في ان احنا نتواصل مع بعض. كلنا دلوقتي بقى في حياتنا الإنترنت ليها تأثير كبير. انت دلوقتي بتسمعني وبتشوفني عن طريق الإنترنت، بتقدر تبعت رسائل وتبعت صور وتبعت ملفات لأصحابك أو لأي حد أنت في أسرتك عن طريق البرامج اللي أنت ممكن تستخدمها على الإنترنت زي الواتساب وغيره. فالإنترنت بقى ليها أهمية كبيرة. وكمان في الفترة الأخيرة ظهر حاجة اسمها إنترنت الأشياء أو إنترنت أوف ثينكس، زي الأجهزة الذكية، التلفزيون الذكي اللي ممكن يكون عندك في البيت وأنت بتقعد قدامه بتشغله وتوصله بالإنترنت عن طريق الواي فاي وتدخل تشوف اليوتيوب والمواقع المختلفة. التلاجة، في تلاجة اسمها تلاجة رقمية بتبقى متوصلة بالإنترنت وتقدر تتحكم فيها حتى لو انت بره البيت وتحكم في درجة الحرارة عن طريق الإنترنت. في حاجة كمان اسمها الغسالة رقمية، دي بتبقى غسالة ذكية متوصلة بالإنترنت تقدر تشوف هي شغالة ولا لأ وانت في شغلك أو في مدرستك أو في أي حتة غير البيت عن طريق الإنترنت، وتتحكم فيها كمان تشغلها أو تطفيها. فدي اسمها إنترنت الأشياء أو إنترنت of Things. طبعا التواصل الرقمي بقى حاجة كبيرة قوي وحاجة موجودة قوي في العصر بتاعنا دلوقتي بشكل واضح. فهنا بيكلمنا عن الجزء ده وبيوضحه لنا أكتر. فبيقول لك هنا مثلا نتواصل يوميا باستخدام شبكات الكمبيوتر، وكلما استخدمنا هواتفنا لإرسال رسائل نصية أو شراء شيء أو لأخذ دروس عبر الإنترنت أو تنزيل مقطع فيديو أو تحميلها
أو تشغيل تطبيقات وبرامج نكون قد استخدمنا شبكة الكمبيوتر. كل دي حاجات ممكن نعملها، ممكن تشتري حاجات، ممكن تنزل فيديوهات، ممكن تستخدم برامج، تحمل برامج، كل ده عن طريق شبكات الكمبيوتر وشبكة الإنترنت. وزي ما عرفنا في الدرس اللي فات في حاجة اسمها closed networks أو شبكات مقفولة، و open networks أو شبكات مفتوحة زي شبكة الإنترنت. فبيقولك هنا تستخدم الشركات والمؤسسات أيضا الشبكات يوميا لمشاركة معلومات بعضها خاص من خلال شبكات مغلقة، لو هي مثلا معلومات خاصة بالشركة زي ما احنا شايفين قدامنا، هذه شركة من الشركات بينها وبين بعض وبين أجهزتها وبين بعض شبكة مغلقة، وبعضها عام من خلال شبكة مفتوحة open network، ولو في معلومات عامة ممكن يحطوها على الموقع بتاعهم على الانترنت والناس تشوفها كلها. ويمكن ان تكون الادوات المنزلية جزء من شبكة الانترنت او من شبكة ايضا، وهذا ما يسمى انترنت الاشياء او انترنت of things. زي ما قلنا، ما هو انترنت الاشياء او انترنت of things؟ الذي يتكون من اجهزة متصلة بالانترنت عن طريق الواي فاي يمكنك التحكم بها سواء كنت في الغرفة نفسها أو في مدينة أخرى حتى، مثل مكبرات الصوت البلوتوث سبيكر المستخدمة للاسماع للاستماع للموسيقى، وأجهزة المنزل مثل الثلاجة الرقمية والغسالة الرقمية يمكن تشغيلها وإطفائها باستخدام أحد التطبيقات المخصصة لهذا الأمر. ما هو البلوتوث؟ إيه هو البلوتوث؟ هو تقنية شبكية تربط الأجهزة المحمولة اللاسلكية عبر مدى قصير لتشكيل شبكة لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة. طبعا البلوتوث ليه مدى صغير من زي شبكة الإنترنت والواي فاي، فاحنا بالتالي وليه كمان قدرة معينة ما نقدرش ننقل بيه ملفات كبيرة. فبالتالي البلوتوث هو شكل من أشكال الاتصال الشبكي، بس هو محدود بالمدى وبالقدرة. كمان الواي فاي بتقدر تربط بيها الأجهزة المختلفة وتخليها متصلة بالإنترنت، وتقدر تتحكم فيها لو أنت في نفس المكان أو في مكان تاني أو في بلد تانية حتى. أما البلوتوث فلازم تبقى الأجهزة كلها موجودة في نفس المكان وقريبة من بعضها علشان تقدر توصلها عن طريق البلوتوث، وكمان بتقدر تنقل عن طريقها ملفات صغيرة مش ملفات كبيرة. طبعا هنا بيقولك تمنح شبكات الكمبيوتر الأشخاص ذوي الهمم مزيد من الاستقلالية. الأشخاص ذوي الهمم طبعا أصحابنا وأصدقائنا، بيكون عندهم مزيد من الاستقلالية لما بيكون عندهم الإنترنت موجودة في الأجهزة بتاعتهم، بتساعدهم بشكل كبير بحيث إن هم ما يحتاجوش مساعدة من حد سواء في المنزل أو في الأماكن العامة. تساعدهم تلك الاستقلالية في توفير المال والوقت، كما تساعدهم في زيادة مستوى ثقتهم بأنفسهم. مش محتاجين طول الوقت مساعدة من حد، بيقدروا يخدموا نفسهم ويساعدوا نفسهم عن طريق التطبيقات اللي بتساعدهم من غير ما يطلبوا مساعدة من حد. طبعا هنا بيوضح لك أهمية الشبكات وذوي لأصحابنا وأقاربنا ذوي الهمم. الشبكات وذوي الهمم هنا بيقولك يستخدم حاتم شبكات الكمبيوتر يوميا، يستمع إلى الموسيقى على مكبرات الصوت البلوتوث، موقعه الإلكتروني المفضل هو بنك المعرفة المصري Egyptian Knowledge Bank، لأنه يحوي الكثير من المعلومات المشوقة والممتعة، ومجال بحثه المفضل هو علم الآثار. يريد أن يصبح مستكشفا في المستقبل مستر فريد هيبرت اللي احنا خدناه في الدرس الأول. يتسوق حاتم أيضا عبر الانترنت، فهو يرى ان التجارة الالكترونية تيسر حياة الجميع، ودائما ما يأخذ الاذن من والديه قبل شراء اي غرض عبر الانترنت، فيذكراه بالتفكير في الخصوصية الرقمية. بابا ومامته بيقول له خلي بالك ما تديش اي بيانات خاصة بيك لاي حد، لان طبعا في حاجة اسمها الخصوصية الرقمية او الديجيتال برايفسي، منفعش ندي بياناتنا لاي حد ما نعرفوش. ليتخذ اعلى معايير الامان عند اعطاء معلوماته الخاصة لأي شخص. يعاني حاتم من ضعف البصر، ولذلك يؤدي واجباته المدرسية عبر الانترنت مستخدما قارئات الشاشة screen reader، وما بيقدرش يشوف كويس، فبالتالي بيستخدم تطبيق يقراله الهومورك بتاعه من على شاشة الكمبيوتر او من على شاشة الموبايل، وده بيساعده انه يحل الواجبات بتاعته ويتعلم بسهولة. ف
فطبعا ده اسمه سكرين ريدر او قارئ الشاشة للحصول على ردود الفعل الصوتية اوديو فيدباك ولمساعدته على القراءة بطريقة برايل. وكمان ده بيعلمه ان هو بعد كده يقدر يستخدم طريقة برايل في قراءة الحروف والارقام عن طريق النقط اللي احنا اخدناها في السنة اللي فاتت في الترم بتاع الاي في الترم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برضو او الاي سي تي. فهنا بيقول لك بما تساعد قارئات الشاشة ذوي الهمم. طبعا الإجابة بتقول تساعدهم في القيام بكل ما يحتاجونه من كتابة الأبحاث والوصول إلى المستندات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهم. بما تساعد طريقة برايل ذوي الهمم تساعدهم في تسهيل وتيسير القراءة. طبعا كده نكون أخدنا الدرس الرابع. تعالوا نحل أسئلة عليه. السؤال الأول بيقول لنا ما هو إنترنت الأشياء أو إنترنت أوف ثينكس؟ هو الذي يتكون من أجهزة متصلة بالإنترنت عن طريق الواي فاي يمكنك التحكم بها سواء كنت في الغرفة نفسها أو في مدينة أخرى. ما هو البلوتوث؟ هو تقنية شبكية تربط الأجهزة المحمولة اللاسلكية عبر مدى قصير لتشكيل شبكة لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة. بما تساعد قارئات الشاشة ذوي الهمم؟ بتساعدهم في القيام بكل ما يحتاجون إليه من كتابة الأبحاث والوصول للمستندات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهم. بما تساعد طريقة برايل ذوي الهمم؟ بتساعدهم في تسهيل وتيسير القراءة. اذكر بعض الأمثلة للأجهزة المنزلية التي تتصل بشبكة الإنترنت. طبعا مكبرات الصوت البلوتوث سبيكرز المستخدمة للاستماع للموسيقى وأجهزة المنزل مثل الثلاجة الرقمية والغسالة الرقمية يمكن تشغيلها وإطفائها باستخدام أحد التطبيقات المخصصة لهذا الأمر. ماذا نفعل قبل شراء أي شيء من قبل الإنترنت؟ يجب أخذ رأي واستئذان الوالدين أولا، ويجب أخذ الحرص والأمان والخصوصية الرقمية للمعلومات الشخصية. السؤال السابع بيقول لنا بما ساعدت أدوات تكنولوجيا المعلومات ذوي الهمم؟ طبعا ساعدتهم في تيسير وسهولة وإنجاز عملهم اليومي. طبعا هم بيقدروا يقوموا بعملهم اليومي بسهولة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بكده نكون أنهينا الدرس الرابع وأنهينا معاه شرح درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.